وليداتكم كتسكتوا عليهم حتى كنوصلوا لهاد المرحله. انا دابا ولدي عنده 6 سنين وما كيقراش. بيت الاولاد ماشي غير ولدي، حيت ماشي غير انا اللي كنعاني في الصمت وما كيعرف هنا حتى شي واحد. كنعاني في الصمت من ناحيه ديال الترويض، من ناحيه ديال انا مشيت للبارك انا ديت ولدي يلعب، لقيت الرفض من الاباء، لقيت اشنق لي على ولدي حيت برزت لهم ولادهم على وكيتي. اسمي على مخيكلا. السلام عليكم، انا وفاء ام علاء، طفل تشخص بطيف التوحد ملي كانت عنده عام و 8 شهور. دابا عنده 6 سنين اللي وصل للمرحله انني بغيت ندمجه في اقسام عاديه، ما لقيتش الترحيب من المدارس. المدرسه اللي كنمشي عندها كتردني 3 ايام كيبقى عندهم. مادام انا كنمشي وكنقول لهم ان ولدي عنده طيف التوحد، اذا خاصهم يكونوا عارفين بلي راه عنده فرط حركه، عنده تشتت انتباه، عنده شويه. ورغم ان ولدي انا ذكي، ماشي زعما بصراحه بالشهادات الاخصائيين اللي كيخدموا معاه انه خصو يتدمج، ما خصوش يضيع في هذا العام. رغم انني كنت دايره في قسم خاص هذه 3 سنين، ولكن فاش هزيتو وديتو للاقسام العاديه بحال لقيت راسي انا الولد ما استفدش، حيت كنستافد على الاقل كان الجلاس عنده. رجعت دابا عندي حاليا عندي اخصائيين متبع عليه البسيكوموتريسيان والنطق، ولكن كلشي غالي. خاصك باش دير النطق والبسيكوموتريسيان او بريفي ماشي ديال الدوله، لان كنت تبعت الدوله ولكن عندنا حصات قلال وما كيزيدوناش مثلا في الحصات. تقدر مثلا دوزتي 10 الحصات من بعد يزيدوك 10، صافي كيقول لك الولد حقا راه استافد ولا مازال. المهم كتبقى نتبع. اضطريت انا ومع بعد المسافه ما بين المسافه والدري ديال الطف التوحدي معروف عليه خاصو التدريب، خاصو بزاف ديال الخدمه. اضطريت انني ندير بريفي والمصاريف كثيره باش ندير له مرافقه ب 1500 درهم ونخلص المدرسه. كلشي غالي، وهاد المعاناه ما كنعانيهاش انا بوحديتي، كيعانيوها بزاف ديال الاسر اللي عندهم اطفال التوحد، ولكن كنعانيو بصمت. حتى واحد ما تجر وهضر علينا، حتى واحد ما جا في الدخول المدرسي وهضر على هاد الوليدات. في الدخول المدرسي كتلقى الالوفات ديال هاد الدراري رجعوا، عندك جروب واتساب كتدخل كتلقى كدا و 50 ام، كدا و 56 ام، المهم كتلقى بزاف. واش كلشي عنده الطيف التوحد؟ الله اعلم. واش كلشي مريض؟ ما فهمناش ما فهمتش. المهم ما كاينش المساعده في الدخول المدرسي بصفه نهائيه، ما كاينش. كنطرقنا بيبان الجمعيات، لقينا الغلا. انا كنت كنعرف بان الجمعيه مدعمه من طرف الدوله، غنمشي غتساعدني جمعيه. كنكتشف بانني الا مشيت للجمعيه خاصني نخلص 26000 ريال، 3 الحصص في السيمانه، والمرافقه نديرها انا وندير 1500 درهم ونزيد عليها الترويض ديال نفسي حراكي مثلا بريفي، وندير الترويض ديال النطق بوحديتو. شحال خصني نكون كندخل انا في الشهر باش ولدي يستافد؟ ما لقيناش المساعده لا معنويا لا ماديا لا حتى شي حاجه. حاليا انا كنطالب، انا ولدي بغيتو غير يقرا، انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيتو غير يقرا. حتى الجمعيه انا ما بغيتش الجمعيه صراحه، انا ما بغيتش ندخل ولدي جمعيه، حيت نهار اللي طرقت البيبان ديالهم لقيتهم غاليين، ما لقيتش المساعده. صافي وبديت خدامه، خدمت مع ولدي قسم خاص، خليته قسم خاص. لدابا حاليا انا ولدي كيكتب كيدير شحال من حاجه، ولكن عنده مشكل ديال فرط الحركه. مادام انا كنمشي لايكول بريفي كنقول لهم هذا الولد راه عنده فرط الحركه، راه خصهم يعرفوا. حنا حتى التكوين ديال المعلمات ما كاينش باش يتكونوا معلمات ويكون عندهم درايه بهذا الشيء النفسي. مادام كنكون المعلمه راه خاصها تكون كتعرف حتى النفسيه ديال الاطفال اللي غتخدم معاه، حتى النفسيه ديال الدري باش تخدم معاه. المهم بزاف المسائل يكونوا مكونين، انا هذا الشيء اللي كنعرف. ما كاينش حنا التكوين في خطره مهمشين بصفه نهائيه، ما عندناش واحد الاعتبار. حتى واحد ما تجرأ وهضر في هذا الموضوع بصفه نهائيه. انا من ناحيه الاباء في الدخول المدرسي كناشد انا الامهات، كنقول لهم وليداتكم كتسكتوا عليهم حتى كنوصلوا لهذه المرحله. انا دابا ولدي عنده 6 سنين وما كيقراش، 6 سنين هو جالس حدايا، ما عرفتش واش نحمل المسؤوليه للاباء اللي كيسكتوا واللي صافي كلشي سكت علينا، حتى واحد ما كيهضر علينا. عمرك شتي شي حقوق الطفل هضروا على الطفل التوحدي او جاوا قالوا لنا المشاكل كنشوفوهم ما عدا في اليوم العالمي
كنشوفهم كيحتفلوا باليوم العالمي للطفل التوحدي. انا بغيت شي احتفال، انا بغيت الحل، بغيت الحل لهاد الولد، بغيت الاولاد، ماشي غير ولدي، حيت ماشي غير انا اللي كنعاني وفي صمت وما كيعرف هنا حتى شي واحد. كنعاني وفي صمت من ناحيه ديال الترويض، من ناحيه ديال انه تدمج، حتى المجتمع ديالنا ما واعيش. كتمشي به لي بارك بان الدراري يدمجوا مع الدراري، كتلقى الرفض. انا مشيت للبارك، انا ديت ولدي يلعب، لقيت الرفض من الاباء، لقيت اشنق ليا على ولدي، حيت برزت لهم ولادهم. برزت لهم ولادهم. حنا حتى الشعب ديالنا ما واعيش، الشعب ديالنا ما واعيش بهاد المساله هادي. قليل قليل في القليل كتلقى شي واحد اللي عنده الوعي بهاد المساله هادي. كنطالب، انا بغيت ولدي يقرا، بغيت حل ولدي، بغيت شي مدرسه اللي تكون عارفه وواعيه بهاد المساله هادي، تكون عارفه بهاد المساله ديال الولد، وتستقبلو وتعرفوا الطفل التوحدي عنده صعوبات، ويكون عندنا حلول لينا كاملين. انا ما كنهضرش على ولدي بصفه بوحديته، كنهضر مع جميع على حسب الوليدات كاملين، باش يكون عندنا حل لوليداتنا باش يقراو.